بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنعرف إزاي نكسب نقاط، نزود عدد النقاط اللي معانا على موقع like22.com. أوكي، أول حاجة هنعملها هو هننزل، إحنا دخلنا الإيميل بتاعنا، هننزل تحت هنيجي على كسب النقاط، وهنكسب عن طريق إيه؟ في ممكن نكسب عن طريق اللايكس بتاعة الفيسبوك، ممكن شيرز، ممكن فولورز، ممكن جوجل بلس، ممكن لينكد ان شيرز، ممكن سيمبلتون، ممكن الترافيك اكسشينج، وهكذا تويتر طبعا فولوز. طب كل دي المفترض ان الناس حاطه حاجات تكسب لايكس، حاجات عايزين لايكس على بيجز والكلام ده. انا لما بعمل لايك عليهم بكسب انا النقاط، هما بتتخصم منهم النقاط اللي هما حاطينها للبيج دي وانا باخدها ليا. انا هستفيد ايه؟ انا لما هحط صفحة معاكو دلوقتي هعرف ان انا اكسب بيها، اعرف اجيب لها لايكس تانية من ناس بيعملوا نفس الفكرة ان هما بيكسبوا نقاط. هو التبادل وحاجة رسمية ما فيهاش اي خطر، لا على الحساب بتاعي ولا على الصفحة بتاعتي. نبدأ ان احنا ندخل نكسب نقاط بتاعتنا عن طريق الفيسبوك لايك، نعمل لايكس للبيجز بتاعتنا. ده عندنا مجموعة من البيجز انا مش عامل ليهم لايكس. هكسب نقاط ازاي؟ اول حاجة هدخل على اول واحدة، بيقول لي النقاط اللي هتكسبها 4 نقاط، هدوس كلمة لايك. تمام، هتلاقيني فتح معاك بيج موجودة معايا اهي. تمام، بعد كده المفترض ان انا استنى بس لغاية لما تخلص تحميل. اوكي، بعد دوس لايك. تمام، واستنى ثانيتين ثلاثة كده اهو، وبعد كده اقوم قافل دي، وهتلاقيه تم بنجاح 4 نقاط تم اضافتها لحسابك، والصفحة بتاعتي زي ما انتم شايفين اختفت. هدخل على اللي بعده وهكذا. هي دي الفكرة عامة، انا بدخل بعمل لايك، وهنا لو تلاحظوا النقاط بتاعت زادت، بقت 44 برضه اهو. استنى ثانية قبل ما يخلص تحميل وادوس لايك. تمام، وبعد كده اشيل دي، لان انا اصلا كنت عامل لها لايك. معلش، دي اصلا الصفحة دي انا اصلا في الحقيقة عامل لها لايك من غير حاجة، فانا هشيل اللايك. حاجة زي كده احنا بنشيل اللايك، تعمل ان لايك. تمام، وتقفل الصفحة، هتلاقيه يقولك مفيش. تمام، دوس عليها تاني. يعني دي برضو حاجات بتبقى احنا اصلا عاملين لها في الحقيقة، ان انا عامل على اكونت بتاعي لايك البيج دي. تمام، عملت لايك، بعد كده اقفل، تلاقي ايه؟ تم اضافة 4 نقاط. دي احد المشاكل اللي ممكن تقابلنا، ان البيج اصلا تكون على الاكونت بتاعك عامل لها لايك، وتلاقي ان انت غصب عنك مفترض خلاص انا اوريدي عملت لها لايك، انا بعمل ان لايك واعمل لايك تاني، تلاقي البيج اختفت من عندي. طب تمام، المفترض ان انا هكمل كل دول لغايه لما اخلص اللايكس، يبقى انا كده خلصت كل الصفحات اللي انا اقدر اكسب منها. كل شويه المفترض بتعمل ريفرش عشان تلاقي صفحات جديده. ممكن نشوف الفوتو لايك، لو في فوتو بقدر اعمل عليها لايك. تمام، هنا في اهو، هقول له قم بالاعجاب، مفترض ان انا بعمل اعجاب بالفوتو دي، هقول له لايك. تمام، واصبر سنه، بعد كده هقفل، تلاقي تم خلاص انا خدت عليها. الصفحات خلصت، الفوتوس خلصت الموجودة، هيقول لي لا يوجد نقاط يمكنك الحصول عليها لاحقا. لو انا بقى محتاج نقاط اللي انا اشتري بوينتس من الموقع، ممكن ادوس على هنا هيحولني لشراء النقاط. عندي هنا 300 بوينت ب 2.5 دولار. تمام، الكوين الواحد واقف على ما كملش اي سنتين. لو انا عايز كده هقوم دايس على اشتري وادخل اشتري. زي ما انتم شايفين عندي النقاط بتاعتي زادت، وهكذا انت ممكن تكسب، يعني ممكن في اليوم تعدي 8 9000 لايك على حسب البيجز الموجودة. ده بس دي طريقة واحدة، في بقى عندك كل دول ممكن تكسب عن طريق كل دول. وزي ما انا قلت بتفتح اللينك، بتصبر شوية، بعد كده بتقفل البيج بتاعتك تاني، تقفل النافذة اللي بتطلع لك تاني، وتلاقي على طول ان البوينتس جاتلك. كل دي طرق ممكن تكسبها، ممكن تكسب من الفيوز بتاعتك، في اي فيديو محطوط على اليوتيوب بيجيله فيوز هتكسب منه، السبسكرايبرز اللي انت متتبعين بتوع اليوتيوب، ناس عندها شانلز حطاها عايزين متتبعين، انت بتدخل تتتبع بالاكونت بتاعك على اليوتيوب. طبعا زي ما انت شايفين الموقع ما سألنيش عن اي اكونت حساب ليا، سواء كان على الفيسبوك سواء لو دخلنا على اليوتيوب، مش هيسألني على حاجة، لاني انا اصلا مسجل
داخل اصلا على الفيسبوك قبل كده، يعني انا اصلا مسجل على البراوزر ده اكونتي بتاع الفيس. انا الموقع ما بيسالنيش عن اي باسورد، لان مش معمول على اساس ان هو ياخد مثلا حسابك، يستغل حسابك او اي حاجه. ده بس انت بتكون مسجل اصلا دخول وخلاص. هو بيبدا يعني عايز تعمل، مش بتسجل، انت مش بتعمل سيفنج للباسورد بتاعك على البراوزر. ممكن تخليك فاتح كده زي ما انت شايفين فوق، فاتحين اهو زي ما انت شايفين فوق، صفحة مفتوحة اللي هي بتاعت مسلم بجد موجودة فوق معانا. طيب هو دي كل حاجة في التكاس بالنقاط، وهكذا هتكرر دول على كل حاجة تحت. سواء كنت عايز تكسب فولورز، طب تعالى نشوف الفولورز اهو، في تشانل، في واحد عايز فولوز، هدوس فولو هيفتح لي صفحة، ونفس الفكرة بالظبط مفيش اي زيادة. الفيديو الجاي هنعرف ان شاء الله ازاي تضيف صفحتك وازاي تحكم تحكم الكامل في صفحاتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.